السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلاب الأعزاء. ندخل الآن على الجزء الثاني من اللي هو كراش ريفيو كورس 2020 تبع الأستاذ الأنجلوكولوجي. نحكي عن الجاينيكولوجي. نبلش موضوع الإندومتريوزس، نحكي عن الإندومتريوزس، شو الأشياء راح نغطيها في الإندومتريوزس، راح نحكي شو هو الديفينيشن، ما هو التعريف، بعدين راح ناخذ ما هو السايت للإندومتريوزس موست كومن سايت، بعدين راح نحكي ما هي الباثوجينيزس وما هو الموست كومن يعني اكسبتد هايبوثيسس للاندومتريوزس، بعدين راح نحكي عن الانسيدنس شوي، نحكي عن الريسك فاكتور، شو هم الريسك فاكتور، شو الساين اند سيمتوم، كيف نشخص الدياجنوزس، اند واتس ذا تريتمنت والاوبشن اوف تريتمنت. راح ناخذ عن بعض انواع الاندومتريوزس، نوع واحد اسمه ادينوميوزس، هذا النوع نوع مهم بركزوا عليه، هذا الشيء اللي احنا راح نحكي عنه في موضوع الايش الاندومتريوزس. نحكي عن الاندومتريوزس، طبعا طلابنا شو تعريف الديفينيشن، اتس بريزنس هو وجود اندومتريال تشو اوتسايد الاندومتريال كافيتي، يعني باللغه اخرى هي بطانه الرحم المهاجره. بطانه الرحم الاصل اللي احنا كلنا بنعرفها بالاناتومي انه في عندنا الاندومتريوم موجود في داخل ايش تجويف، في عندنا تجويف الرحم، الطبقه الداخليه من الرحم تسمى اندومتريوم. هاي الاندومتريوم اذا لقيناها في مكان غير بطانه الرحم، لقيناها في التيوب مثلا، او لقيناها بالاوفري، اذا لقيناها بالاوفري، او لقيناها في البريتونيا، او لقيناها في اليورين بلدر في المثانه، او لقيناها باللنج، او لقيناها ايفن حتى تخيلوا بالبرين، هذا بنسميه احنا ايش؟ بنسميه طلابنا اللي هو اندومتريوزس، اللي هو بطانه الرحم المهاجره. وين الموست كومن سايت اللي نلاقيها؟ بالاوفري. اي السايت موست كومن سايت از ذا اوفري. موست كومن سايت از اوفريز. اذر سايت يمكن تكون في الليجمنت اللي حكينا عنهم، الليجمنت تبعون الاوفري والليجمنت تبعون اليوترس. حكينا في عندنا اربع ليجمنت رئيسيات لليوترس، برود ليجمنت، كاردينال او لترس ساكر ليجمنت، وفي عندنا يوترس ساكر ليجمنت، وفي عندنا الراوند ليجمنت، ويمكن تكون في البريتونيا، يمكن تكون في البلدر، يمكن البلدر، يمكن تكون في اللنج، او حتى في البرين، او حتى بالريكتم. شو الموست الباثوجينيزس، لو سالنا عن الباثوجينيزس، شو الموست كومن ثيوري about the etiology or about the pathogenesis of endometriosis, retrograde menstruation. Retrograde menstruation هي the most common accepted theory بخصوص الendometriosis. في عندنا other theory زي الايمون theory انه immune mediated الموضوع الendometriosis. في عندنا theory بتحكي انه شو اسمه انه ميتابليزيا theory، ولكن ميتابليزيا رفضت. لانه ليش رفضت؟ يعني طلعوا الاندومتريوزس از نوت بري مالجنت ديزيز، هو ليس بري مالجنت ديزيز، فلذلك الميتابليزيا هاي الثيوري رفضت. في عندنا ثيوري اسمها سامسون ثيوري. في عندنا كمان ميكس ثيوري عباره عن خليط من هذول كل الثيوريز. على كل حال هي الموست اكسبتد او الموست كومن وايدلي يوز ثيوري لتحاول تفسر الاندومتريوزس، هو يعني دم الدوره بدل ما هو اتجاه يكون باتجاه السيرفكس، باتجاه الفاجينا، باتجاه خارج الجينيتال تراكت، يمكن هذا دم الدوره انه يرجع لورا على اليوتيوب او يرجع للاوفري، ويصير انغراس لهاي بطانه الرحم في هاي المناطق، ويصير عندنا اندومتريوزس. شو عيوب هاي الثيوري؟ انها ما بتفسر حدوث الاندومتريوزس وين. هاي فسرت حدوث الاندومتريوزس في التيوب والاوفري وبالليجامنت في البريتونيوم، ولكن ما فسرت حدوث الاندومتريوزس وين، في شو اسمه، في اللنج او باليورين البلدر او حتى بالبرين. هذولاك الثيوري حاولوا يفسروا زي الليمفاتيك سبريد، في احد الثيوري اسمها الليمفاتيك سبريد. الموست ناو ديز جديد صار يحكوا، صار يكتبوا كتب شيء اسمه ميكس ثيوري، ميكس يعني خليط بين هذولا كل هذول الثيوري. على كل حال الشيء اللي نعرفه انه الاندوتريوس اتس نوت ا بري مالجنت كونديشن، هاي مهمه جدا. ما عمر الاندوتريوس كان ريسك فاكتور، قال الاندوتريوس كانسر ولا لا، وفيرين كانسر ولا لا اي شيء. طيب هو لها الانسيدنس وصل 10 ل 15%، فهو فيري كومون، هو كومون 10 ل 15%. ريسك فاكتور وصل ريسك فاكتور، اللي هو ركز على ريسك فاكتور في ماده نسيج التوليد، ريبرودكتيف ايج فيميل، ريبرودكتيف ايج ومن، اللي ريبرودكتيف ايج يعني من عمر تقريبا 15 سنه الى عمر قديش، الى عمر ال 40 45 سنه. هذول 15 45 سنه هم الريبرودكتيف ايج فيميل، هم تيبيكال بيكونوا الاندومتريوزس. فاميلي هيستوري از ريسك فاكتور بيحكوا لك، او في اون ديزيز زي الاسئله اهم واحد الريسك فاكتور. وايت ريس، وايت ريس ننتبه طبعا، الفايبرويد من البلاك ريس، الاندومتريوزس من الوايت ريس، هاي من الفروقات المهمه. نان ليبارا از ريسك فاكتور اوف اندومتريوزس، هاي مهمه جدا. نان ليبارا اند نان سموكر وجدوا انه نان سموكر والنالي بارا الاستروجين ليفل عندهم اعلى، الاستروجين ليفل عندهم اعلى مقارنه مع مين؟
مقارنة مع السموكر. السموكر السموكينج بيعمل بريماتشور اوفر انفيلر فبقلل ليفل الاستروجين. فالسموكر السموكر وجدوا انه السموكرز فيميل محميين من الاندومتريوز. هاي النقطة انت تقولها طلابنا. طيب على كل حال ساين اند سيمتوم، ساين اند سيمتوم لو حكينا الساين اند سيمتوم في عندي كرونيك سايكليك بالفيكبين. كرونيك سايكليك بالفيكبين هذا موست كومن symptom of endometriosis اللي هو chronic بشكل مزمن cyclic بشكل دوري بالفيك اللي هو بالبلبس يعني في اللور ابدومين في البلبس بالفيك بين. هذا most common. هذا chronic cyclic بالفيك بين امراض هو نفسه بيطلقوا عليه secondary dysmenorrhea يسموه secondary dysmenorrhea اللي هو الم الدوره الثانوي ليس secondary لانه هو عباره عن pathological مش شيء primary لانه في موضوع dysmenorrhea راح ناخذها في primary secondary. هذا secondary dysmenorrhea مش primary. primary بيجي عند الادلتس فيميل عمرهم بتكون بالتين يعني بكون اعمارهم في ال 14 15 16 سنه اللي هو بعد المنارك بعد ما تجيها المنارك بكم سنه بتبلش البرايمري ديسمينوريا بكون نون اورجانيك البرايمري ديسمينوريا. اما هاي الديسمينوريا اورجانيك سبب الاندوميتريوز بنسميها سكندري ديسمينوريا از ذا موست كومن سيمبتوم. ننتبه انه انسجه الاندو او مشكله الاندوميتريوز اتز هرمون ديبندنت ولا لا؟ يس اتز هرمون ديبندنت اتز استروجين سنسيتيف تشو. ليش هو استروجين سنسيتيف؟ لانه ببساطه هو عباره عن بطانه رحم. بطانه الرحم حكينا انها تتغير بتغيرات الهرمونات. لما الاستروجين يزيد بصير لها بروليفريشن، لما الاستروجين يقل يكون عالي وفجاه يقل بصير عندنا ستافينج بصير عندنا انسلاخ. وهذا احنا شرحناه بالمنستريشن والمنسترال بيريود. لذلك استروجين سنسيتيف تشو هاي انسجه الاندوتريوزس الالم تبعها الالم تبع الاندوتريوزس بيكون طلعوا ستارت 1 ويك بيفور منسس 1 ويك بيفور منسس. البيك بيكون 1 تو 2 دايز بيفور منسس سبسايد والمنستريشن. هاي خصائص اصلا السكندري دسمينوريا. خصائص السكندري دسمينوريا انه بتبلش الالم تبعها 1 ويك before the menses والبيك للألم بيكون 1 to 2 days before the menses with menses مع أول يوم مع أول يوم نزول للدورة الألم بيروح. هذا الخصائص الألم ترى عكس خصائص البرايمري دسمينوريا. البرايمري دسمينوريا بالعكس الألم بيبلش مع أول يوم لإيش للدورة بيبلش مع أول يوم إيش للدورة. على اليوم الرابع أو اليوم الخامس بيبلش يخف الألم تبع البرايمري دسمينوريا. طيب على كل حال ديسبارونيا بيجي معها اللي هو لاحظوا في عندي أنا في عندي ديسمينوريا ديسبارونيا and ديسكيزيا. هذول الثري ديس أرجوك ركزوا عليهم. هذول الثري ديس very characteristic للإندومتريوزس. ديسمينوريا وهي الموست كومن سيمبتوم اللي حكينا كرونيك سايكليك بالفيك بين وريليتد للسايكل في عندنا الثانية الديسمينوريا ديسبارونيا اللي هي ألم مع الدماء. والأخيرة ديس اللي هي ديسكيزيا. ديسكيزيا اللي هي ألم عند الإيش ألم عند التبرز عند الدخول للتبرز عندنا ألم. هذول الألم هذول كلهم غالبا بيكونوا كلهم بالفيك بين. الديسبنوريا اللي هو ألم متعلق بالدورة. ديسبرونيا ألم متعلق ألم بالفلفس في الحوض متعلق في الجماع. وديسكيزي ألم في الفلفس متعلق في التبرز. هذول الثري ديس إذا يجوا سؤال عند ريبرودكتيف إيج فيميل عند ريبرودكتيف ايش في مال لازم تفكر في الاندوميتريوزس ارجوك ركزوا عليها. طيب في عندنا مينوراجيا غزاره في الدوره اكيد عمالي عم بحكي عن بطانه رحم مهاجر موجوده. البطانه الرحم هاي اوريدي موجوده بالرحم موجوده برا الرحم فلذلك هذا راح تعمل غزاره في الدوره. ثاني انتبهوا لها مينوراجيا جابوها مره في امتحانات ايمنوريا انقطاع في الدوره اكيد غلط. انفيرتيليتي هو عباره عن عقم يمكن الاندوميتريوز يعمل انفيرتيليتي ولكنه هو ليس كومن كوز اوف انفيرتيليتي. هو ليس common cause of infertility يمكن يؤدي إلى infertility ولكن هو ليس common cause. اكتب pregnancy risk increase لأنه يمكن الاندومتريوم يطلع في التيوب يصير عندنا تيوب الاكتب pregnancy. The diagnosis gold standard is laparoscopy. هذا السؤال يجي أكثر مرة في الامتحانات. Laparoscopy is the gold standard for diagnosis and also maybe therapeutic إنه يستخدم للعلاج. Ovarian endometriosis بنلاقي chocolate cyst اللي هو الكيس الشوكولاتة. كيس يحتوي على زي كأنه الدم المتخثر فيه القديم زي الشوكولاته وسموه شوكليت سيست. هذا كيورد للاوفيرين اندومتريوزس. بريتونيال اندومتريوزس بنلاقي باودر بير ابييرنس مظهر الباودر بير ابييرنس في جدار البريتونيوم. تريتمنت وز ذا تريتمنت في عندنا ميديكال تريتمنت في عندنا سيرجيكال تريتمنت. اذا حكى لي بدي انا سيمبتوماتيك بدي اعالج السيمبتومز بكون الجواب ميديكال تريتمنت. الميزه الميديكال تريتمنت اونلي سيمبتوماتيك اونلي نوت فور fertility يستخدم only for symptomatic only not for fertility. إذا حكى لي بدي المشكلة عندها fertility فبكون الجواب اللي هو laparoscopic filigration. laparoscopic filigration اللي هي نروح على هاي المناطق نحرق هاي المناطق فيها endometriosis. laparoscopic filigration is the best to increase fertility rate عشان نرفع fertility rate اللي هو laparoscopic filigration. إذا حكى لي بدي definitive treatment اللي بنهي المشكلة تماما الجواب اللي هي total abdominal hysterectomy with bilateral meningiophorectomy اللي هي total abdominal hysterectomy بالتس بالجيوفكتومي. اذا حكى لي بدي للسيمبتومز تريتمنت اوف ذا سيمبتومز فقط الجواب ميديكال او كونزرفاتيف. ميديكال او ايش
كونزيرفاتيف. شو يعني كونزيرفاتيف او ميديكال؟ اللي هو العلاج الميديكال او الكونزيرفاتيف للألم اللي هو نسيدز للآنا ولا الألم ولا البلد للمينوراجيا، عشان الألم البين، عشان البين وعشان المينوراجيا، عشان البين وعشان المينوراجيا اللي غزارة الدورة نعطي نسيد. مين أكثر نسيد واستخدم دواء اسمه مافي ناميك أسد. المافي ناميك أسد هذا مافي مينيك أسد هو يستخدم، هو عبارة عن نسيد من استراد أنتوفاتوري بيقلل الألم نفسه الوقت، بيقلل المينوراجيا أو سي بي عشان المينوراجيا عشان غزارة الدورة أو سي بيقللها. البروجستين كان نعطي البروجستين ميزته أنه مضاد للإستروجين، فلذلك الإفكت الإستروجين على هاي الأنسجة بيقل. بروجستين في عنا دانازول هذول سكند لاين. النسيدز والاو سي بي هم فيرست لاين، نسيدز ان او سي بي هم الفيرست لاين. هسه ممكن نستخدم بروجسترون، في بروجسترون اونلي بيلز ممكن نستخدمها، الحبوب اللي تحتوي على بروجسترون فقط. دانازول هذا يعتبر سكند لاين، يعتبر سكند لاين. والجي ان ار اتش اجونست كمان هذا يعتبر سكند لاين. فيرست لاين هم النسيدز والاو سي بي. اذا لو حكى لي شو هم الفيرست لاين ميديكال كونزرفتيف تريتمنت اوف اندومتريوز از جوب او سي بي اور كونتراسيبتيف اش بيلز هم والنسيدز. والنسيدز للألم وللمينوراجيا الاو سي بي اور كونتراسيبتيف بيلز. بس ان كيس اوف فيلر هاي الادويه ممكن نقترح الدنازول او جي ان ار اتش. ممكن نعطي كمان ترانزيميك اسيد اللي هو دواء الترانزيميك اسيد عشان نقلل البليدنج، نقلل البليدنج. بس هذا هو موضوع الاندومتريوزس بشكل كثير مختصر. عرفنا شو الديفينيشن، عرفنا شو الباثوجينيزس، عرفنا شو الانسيدنس له، شو الريسك فاكتور، شو الساين اند سيمتوم، شو التريتمنت بشكل كثير مختصر. في الفيديو بعدين راح نحكي عن موضوع الادينوميوزس طلابنا.